غيرت السوشيال ميديا الطريقة التي ينظر بها الناس إلى العالم وأسلوب عيشهم. فقبل سنوات وجيزة كان من غير المتوقع أن يربح الناس المال فقط من خلال نشر صورهم بروتين يومي، ويبقى السؤال: ما المطلوب لكي يصبح الشخص مؤثراً على السوشيال ميديا؟ فهناك العديد من الخطوات التي يجب أن تتبعها إذا أردت أن تصل إلى الشهرة، من بينها التركيز على تخصصك. فتشتيت الذهن بعدد من الموضوعات المختلفة لن يقودك إلى شيء، لذا لا تفسد رسائلك عن طريق النشر العشوائي. لا تبحث عن رضا بأي شكل، فلا يكن همك هو البحث عن اللايكات فقط من خلال نشر أي شيء، فتحاشى دائما المشاركات الباهتة. وبغض النظر عن شكل حياتك، حاول أن تفصل بينها وبين ما تريد أن تقدمه في حسابك من موضوع أنت تهتم به فعلاً. اعتني بمتابعيك، فيجب أن تهتم بمن يتابعك كأنه جزء من أسرتك أو أصدقائك في الواقع الحقيقي، حيث لا تتوقع أن ترسل مشاركتك فقط ليتفاعل معها المواطنين وأنت لا تشاركهم التفاعل. جاذبية الطعام، فالمواد التي تركز على الأكل والوجبات تستهوي الكثيرين. الستات دخلوا لها عسل وطحينة، مش مع مصريين عادي على فكرة عادي. شغف الأزياء والموضة تسحر الغالبية، والسوشيال ميديا جعلت الناس أكثر تفاخرا بحياتهم حتى لو أن هذه ليست حقيقتها. حاول إنشاء جدول منتظم لمشاركاتك ومقاطع الفيديو الخاصة بك بمواعيد منتظمة ومعلومة للجمهور. فإذا كنت تنشر بشكل غير متكرر، فقد تقع فريسة الشخص البعيد عن العين. إسراء سعد، آخر النهار.